مأمون رحمة خطيب الجامع الأموي تحدث في خطبة الجمعة عن نعمة الأمن والأمان، وقال إن الكثير من الناس لا يعرفون هذه النعمة إلا عندما يفقدونها. وأكد الشيخ رحمة أن الأمان هو حجر الأساس للحياة البشرية. أريد أن أتحدث عن نعمة الأمن، هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة التي لم يعرف فضلها الكثير من الناس إلا عندما افتقدوها. أيها السوريون، سوريا تناديكم. أيها السوريون، سوريا تناديكم، تقول لكم أنا أمكم وأنتم أبنائي، تربيتم على ترابي، شربتم من مائي، تنفستم من هوائي، نبت لحمكم من خيراتي، تعلمتم في مدرستي، فلما كبرتم جعلتم قتلي جزائي، عودوا إلي، إن عدتم إلي لا تثرب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللجنة